الزوجه بقى اللي وجب لها النفقه دي تعمل ايه؟ النهارده عندنا حالات كتيره جدا الزوجات بيشتكوا من ان هي مش عارفه تنفذ، او الزوج مش متعاون معاها في سداد النفقات. الحل ايه بقى والوضع ايه؟ كان التعديل بقى، تعديل قانون العقوبات ليجعل من عدم سداد النفقات بعد الحكم بيها، بعد الحكم بيها مؤسم قانونا. يعني النهارده لو عندنا حكم صادر من محكمة الأسرة بالنفقات ايا كان نوع النفقه، هو دلوقتي اتكلم ايه التعديلات بقى، التعديلات اشترطت بعض الشروط عشان نصل لمرحله ان اللي اتحكم عليه بالنفقه ده وما سددش النفقه ياخد العقوبة اللي ياخد العقوبه. يستحقها. لازم يكون في شروط معينه عشان ياخد العقوبه، تمام. وليه؟ لان العقوبه دي بتضعه في السجن، فطبعا الوضع في السجن ده لابد ان يكون عندنا شروط وضوابط معينه امشي عليها. اول حاجه يكون في حكم قضائي واجب النفاذ، مش اي حكم، الحكم ده واجب النفاذ. الحكم القضائي واجب النفاذ ده في ايه؟ في نفقه الزوجيه، اجر المسكن، اجر الحضانه، نفقه الصغار، نفقه الاقارب، الاقارب اللي هو مثلا الام، مثلا الاب محتاج فبيدفع، بيرفع دعوه على الام ابنه. والاب عامل ليهم حقه؟ نفقه؟ طبعا. لو النهارده الاب محتاج والابن ثري، مين اللي هيصرف عليه؟ الدوله اللي تصرف عليه ولا ابنه. اولى بيه ابنه؟ ابنه ابنه، نفقه اقارب. فدلوقتي عندنا التعديلات بتقول ايه بقى؟ بتقول اذا كان في حكم، اذا كان حكم مشمول بالنفاذ في نفقه الزوجيه او الاقارب او نفقه الصغير، نفقه الصغار دي اللي هو الولد الصغير نفقته على ابوه، تمام؟ او اجر الرضاعه او اجر المسكن. كل دي مصطلحات هنبتدي نوضحها، تمام؟ الشرط الثاني، الشرط الثاني ان هي تبعت، ان طبعا ده يكون حكم، قلنا ان يكون حكم قضائي في الامور ديت مش في امور تانية، لان في نفقه مثلا عده، ده نفقه العده ما فيهاش حبس، النص بيقول كده. النفقات دي يعني هو خص نفقات معينه النفقات معينه، النفقات المعينه دي اللي انا هوضحها ويتحبس بقى، عليها لو ما دفعش. النفقات المعينه دي بقى اللي انا هوضحها للمشاهدين، تمام. تمام. الحاجه الثانيه بقى، الشرط الثاني ايه؟ ان هي تبعت له انذار رسمي على يد محضر. تمام. تبعت له انذار رسمي تقول له في ايه؟ تقول له ان في حكم قضائي وانت اتاخرت وما دفعتش. لو فضل الامر ده بقى، لو فضل عدم السداد بعد الحكم وبعد الانذار 3 شهور، واحنا معانا المادتين اللي تم تعديلهم، تم تعديلهم ونشر في الجريده الرسميه في 2/2. تمام. دلوقتي الامر بقى ان احنا دلوقتي حكم وانذار رسمي على يد محضر، اضعه موضع المقصر في تنفيذ التزاماته واقول له لا ده في حكم قضائي وانت بقالك 3 شهور ما بتدفعش. في الحاله دي بقى ايه اللي بيحصل؟ في الحالة دي اللي بيحصل بيكون بيواجه عقوبة الحبس. في المرة الأولى بيكون الحبس مدة لا تزيد على سنة، اللي تقاعس ده وما سددش ما عليه من نفقات، أو بغرامة، وده التعديل برضو، ده جزء من التعديل الجديد. كان زمان 500 جنيه دلوقتي بقى 5000 جنيه، يبقى احنا عندنا يعني يدفع 5000 جنيه لو هو رفض أو ما دفعش احنا النفقة. قلنا دي سلطة تقديرية للمحكمة، القاضي عنده 3 حاجات، يا حبس، حبس لا مدة يزيد لا عن تزيد سنة، عن سنة، أو غرامة 5000 جنيه، أو إحدى العقوبتين، يا ده يا ده، يا يجمعهم يا إحدى العقوبتين، ممكن تمام. يجيبهم مع بعض. تمام.